السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. ان شاء الله النهاردة هنعمل تورتة جميلة قوي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. دي تورتة عيد ميلاد بنتي، كملت 13 سنة. ايه رأيكم؟ عملناها بالسبونش البيتي اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، هبسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ان شاء الله ننفذها سوا وتلاقوها سهله وبسيطه، تقدري تعمليها لعيد الام لاي مناسبه خاصه عندك. ولاول مره تشاهد قناتنا ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم، وشير يا جماعه، وسبسكرايب بقى وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادي الاسبونش بتاعنا زي ما احنا شايفين، واللون الابيض الفاتح الجميل. وقطعناه كل تورته، وقطعناها كيك طلعناها 3. وهنبدأ نعمل الكريم شانتي. هحط كوباية كريم شانتي باودر، دي كوباية معيارية اللي هي نص كوب، حطيت منها 2، يعني كوباية واحدة كريم شانتي، وربع بس من سكر الباودر. طبعا هنا المذاق حسب ما انت عاوزة. ودي كوباية مية ساقعة يبقى فيها تلج، ممكن تحطي لبن. هضربهم كده مع بعض، وفي النهاية بقدر ممكن اضيف ربع كوباية بس من تاني من المية الساقعة. شايفين القوام عندنا بيبقى متماسك وتقيل ازاي. وهحشيها كمان بموس الفراولة. شايفين دي كان تقيل جدا وجميل، وكتبت لكم المقادير على الشاشة. هنبدأ بقى ان احنا نحشي دلوقتي التورتة بتاعتنا. ادي اول راق، ببدأ ان انا ازقيه بالسيرب او هنا بمية الكمبوت، طالما هي الكيك هيتاكل في نفس اليوم. احط كيس الحلواني كده في دورق، بحيث ان انا اقدر احط فيه الكريم شانتيه بكل سهولة. طبعا تقدري بالاسباتيولا ان انت تجلسي على طول الكيك بسهولة من غير ما تحطيها في كيس الحلواني. دي طريقة كده ايه، سهلة وبسيطة للمبتدئين، بحيث ان هو يحط الكريم شانتيه بسهولة ما تبهدلش الدنيا. برضو الموس انا جهزته قبل بفترة وحطيته في التلاجة بحيث يتماسك كده واعرف احشي بيه، ما يبقاش سايب قبل ما الكيك كبير يبرد. بتكوني انت ايه جاهزة مكوناتك. حطيته في كيس حلواني زي ما احنا شايفين، وهبدأ بقى ان انا ايه احشي بيهم التورته. طبعا دي فكرة يعني للحشو، انت تقدري تحشيها بكريم شانتيه عادي مفيش اي مشكلة. هحط بس اطراف الكيك كده بالكريم شانتيه، وهبدأ احط الموس في المنتصف. شكل ده زي ما احنا شايفين، وهنبدأ ان احنا نفرده بقى بالاسباتيولا بالشكل ده. نقدر نقطع بقى اي فواكه ونضيف عليه. انا حطيت كومبوت خوخ، اقطعها قطع كده صغيرة واضيفها. تقدر تضيفي اي فاكهة او بدون، يعني حسب المتوفر. اضيفها بقى عليها. يفضل ان انتي بتكوني بتجهزي الكيك وبتحطيه كل شويه يا اما في الفريزر يا اما في الثلاجه، بحيث ان هو يتماسك معاكي. تكوني عاملاها قبل الحفله مثلا بكام ساعه، بحيث انه تبقى متماسكه تمام. وضيف الطبقه الثانيه وبعمل نفس الموضوع، بحط السيرب. وحطيت ادي الكريم شانتيه والموس في المنتصف، وابدا افرده كويس. هنا قطعت فراوله واضفتها لموس الفراوله. ابدا اضيف بقى طبقه كمان. انا كنت عاملة 2 كيك، كل واحدة كنت مقسماها 3، فانا استخدمت هنا عندي 5 رقات بس، عملت بيهم التورتة وشلت الرقة الاخيرة. اخر رقة برضو زقتها، وبحط الكريم شانتيه والموس، وابدأ اضيف عليها برضو الفاكهة
الخوخ زي ما حطينا في اول طبقة تحت، واحط بقى اخر طبقة من الكيك واديها بقى الكريم شانتيه، وكلها بقى تاخد كريم شانتيه خلاص، بحيث ان انا هجلس بيها كل الكيك اللي عندي. بفرد بقى بالاسباتيولا كده كويس، انا بحب دايما ابدأ كده من فوق وبعدين انزل على الاجناب. طبعا وجود طبق الدوار وبتعادي عليه التورتة بالشكل ده بيديكي سهولة في الحركة، يا اما تبقى تمسكيها بقى على ايدك وانتي بتجلسي، بس هو يعني طبق الدوار والحاجات دي انتي كل حاجة هتشتريها مرة واحدة وبعد كده هتخدمك يعني على طول. شايفين وانا بجلس كده بقفل اي مكان فاضي زي ما احنا شايفين، كله بيتحشى كده تمام. كل ما يبقى الكريم شانتيه معاكي تقيل يجلس معاكي كويس جدا. طبعا انا بعد ما هديها رقه بالشكل ده كده خفيفه، انا هحطها في الديب فريزر تاخد لها ساعه كده ولا حاجه، وبعدين اطلعها اكمل فيها اي شغل تاني، بحيث اديها تاني واقفل كل الاطراف كويس جدا. هبدأ احط في 2 بولة كده كل واحدة فيها شوية كريم شانتيه. عايزة ادي الاجناب الوان تبقاش بس ابيض، فحطيت هنا لون احمر، دي الوان طعام سائلة، وحطيت في التانية ازرق بحيث ايه ان انا اقلب بقى كده كويس. هنا هاخد اللون البامبي التانية قلبتها شوية، يعني كنت عايزاها لبني. وبعدين ابدا بقى ان انا احط منها زي ما احنا شايفين كده على طرف الاسباتيولا حاجات بسيطه بس من كل لون، ايوه، بحيث لما ابدا بقى ان انا اجلسه كده مع بعض يديني زي قوس قزح او الجمع بين الرز واللبني، بيبقى شكلها حلو جدا. يعني بديكي افكار تعملي بيها التورتات مختلفه. تقدري بقى تجلسي وتنعمي، تمسحي الاسباتيولا كويس جدا كل شوية بحيث ان هي تبقى نظيفة وتديكي سطح ناعم واملس. لما حسيت ان اللبن بقى كتير قوي ممكن ابدأ احط ايه من الرز شوية بحيث انه يفتح معايا تاني. شايفين بقى انا عايزاها بالشكل ده ناعمة وملساء ما فيهاش اي حاجة، بجمدها شوية واطلعها وبعدين ابدأ بقى ان انا ارص عليها مكوناتي. المرة دي مش هتحطيها تجميد كتير، يعني نص ساعة بس، بحيث ان انا عايزة برضو السطح يكون طري عشان يستوعب كل الحاجات اللي هحطها عليه تبقى متماسكة معايا. زي ما شايفين مجهزة بقى انواع من الكوكيز والسويتس والشوكولاتات، اي حاجة بقى انت عايزة تجملي بيها السطح بتاعك. هفتح لها بقى فتحة كده صغيرة بحيث ابقى مدخلة ربع الكوكيز كده جوه شوية، بحيث انها تفضل ثابتة في التورتة وما تقعش. والشوكولاتة بقى فريرو شي واحطها برضو بالشكل ده، مارشميلو،
هبدأ بقى ان انا احط صوابع من الشوكولاتة الكيت كات. الموضوع كله بقى اختيار يا جماعة، تقدري انت تجملي بأي طريقة انت عاوزاها وتعمله احسن من كده بكتير. يعني انا حاولت ان انا اعمل الشكل اللي كنت عاوزاه انا وبنتي، يعني ما كنتش راضية عنه اوي صراحة، حسيت ان كان ممكن يطلع احسن من كده. هنشوف تعليقاتكم بقى ورأيكم فيها ايه. دي سويتسي كده على شكل توت، وهنا تاني واحدة شوكولاتة بالشكل ده، مارشميلو. دي شوكولاتة ملكة، منها انواع كتير قوي مختلفة، سواء بالمكسرات بقى او بالتوت او بالتشيز كيك او حاجات منها كتير قوي، يعني طعمها لذيذ. تمام كده، ممكن احط واحدة كوكيز كده كمان جنبهم، احط الشوكليت كده من فوق. ايه رأيكم بالشكل ده؟ نقدر بقى نزود اي حاجة وكده ونظبط بقى ايه الاداء. حبيت بقى ان انا اعمل صوص كده من الجناش الشوكولاتة البيضة يكون نازل كده على الكيك، فادي عبوة 200 جرام من الكريمة الخفق، بسخنها كده في الميكرويف او على اي حاجة تسخنيها، يعني ما تغليش تسخن بس، وبضيف لها دابق وشوكولاتة من الشوكولاتة البيضة، تبقى حوالي 340. انا الاول حطيت 200 قصاد 200، لقيتها خفيفة جدا فزودت الشوكولاتة البيضة حتة حتة لحد ما استوعبت الباكو كله. بقلبها كويس جدا لحد ما تسيح معايا، او ادخلها الميكرويف تاني واطلعها لحد ما الاقيها ناعمة جدا بالشكل ده. لو عندك البودرة ديت بتتباع عند خامات الحلوان، اسمها بودرة تشبيح بيضة، بتضيفي منها حبة كده بحيث ان هي تبقى الشوكولاتة دي اللي بلونها ابيض قوي بدل ما هي مصفرة كده، بحيث يا اما تنزلي بيها كده على طول على الكيك وهي بيضة، او بتضيفي اللون اللي انت عاوزاه فيديكي اللون بالظبط اللي انت عاوزاه، علشان هي ايه الاساس بتاعها ابيض. انا اضفت بقى بعد كده هدي اللون الاحمر بحيث يديني لون بامبي كده فاتح، وببدأ احطها في كيس حلواني واعمل بقى الخطوط زي ما احنا شايفين كده. طبعا تقدري كنت تحطي على كل سطح الكيك من فوق الشوكولاتة البيضة دي وبعدين تنزلي بقى على الاجناب حسب بقى ايه رغبتك. طبعا زي ما انتوا شايفين التورته كانت ساقعه جدا، حطاها في الديب فريزر اول ما بخلص شغلي، فهي ساقعه وتنزلي عليها بالخطوط فبتقفش معاها كده وتجمد بسرعه. وقدمنا التورته بتاعتنا وادي الحفله، اتمنى انها تكون نال رضاكم. الحقيقه كنت اتمنى انها تكون افضل كمان من كده، بس يعني ماشي الحال.
وكل سنة وانتي طيبة يا بوسي، منالك العمر كله يا حبيبتي، في سعادة وهنا يا رب وراحة بال ونجاح كده وتفوق. ودي الشوكولاتات بقى هديتها، بتحب الشوكولاتة جدا. ايه رأيكم بقى؟ احب اشوف تعليقاتكم، ولايك بقى للفيديو يا جماعة، وشير، وحط لكم ان شاء الله لينك لسبونج البيت في صندوق الوصف، بحيث يبقى ده يعني البيز بتاعكم في اي حاجة تستخدموه. اللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يدوس سبسكرايب ويفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. اتمنى كده تشجعونا بحيث ان احنا نستمر، ويبقى دايما عندنا طاقة كده ايجابية نقدم كل جديد. ادي شكل الكيكة او التورتة من جوه، شايفين الموس الفراولة كان طعمه رائع جدا وشكله حلو قوي. بشكركم والى اللقاء. سوزان مقاول.